تأخذ المصحف فتنشره وتضعه بين يديك وتقول: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار، وتدعو بما بدا لك من حاجة. خذ المصحف فدعه على رأسك وقل: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك. ثم قل 10 مرات: بك يا الله، 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 بمحمد، 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 بمحمد صلى الله عليه وآله. بعلي، 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 بعلي عليه السلام، بفاطمة، 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 بفاطمة عليها السلام، بالحسن، 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 بالحسن عليه السلام، بالحسين، 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 بالحسين عليه السلام، بعلي بن الحسين، بعلي بن الحسين، بعلي بن الحسين، بعلي بن الحسين،
بعلي بن الحسين 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 عليه السلام بمحمد بن علي 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 عليه السلام بجعفر بن محمد 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 عليه السلام بموسى بن جعفر 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 عليه السلام بعلي بن موسى 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 عليه السلام بمحمد بن علي 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 عليه السلام بعلي بن محمد 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 عليه السلام بالحسن بن علي 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 عليه السلام بالحجة 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 عليه السلام وتسأل حاجتك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.